السلام عليكم يا أصدقائي، اليوم راح أشارك معكم بعض الأفكار اللي ممكن تساعدنا نتحفز خلال فترات الدراسة. كلنا نمر بأوقات نحس فيها بالملل والتعب، لكن مع بعض الخطوات البسيطة ممكن نرجع للطريق الصحيح. والنصيحة ما نفكرش نخلص كل شيء دفعة واحدة، نقسم المادة لأجزاء صغيرة ونحط أهداف يومية بسيطة، مثلا اليوم أركز على درس واحد وبكرة أكمل. بهذه الطريقة نقدر نخفف الضغط. ثاني نصيحة، ما تنسوش تكافئوا نفسكم. بعد ما تخلص جزء من الدراسة ممكن تعمل شيء تحبه، سواء كان مشاهدة حلقة من مسلسلك المفضل أو تناول شيء لذيذ. ولا تنسوا هدفكم الكبير، دايما فكروا في السبب اللي يخليكم تدرسوا، سواء كان عشان تحصلوا على معدل عالي أو تحققوا حلم معين. هذا التفكير يعطيكم طاقة إضافية. كمان جربوا تغيروا روتين الدراسة، يعني ما تعتمدوا على طريقة واحدة، جربوا البطاقات التعليمية وشوفوا الفيديوهات على اليوتيوب أو حتى ادرسوا مع زميل. إذا حسيتوا أنكم محتاجين تغيير، جربوا تدرسوا في مكان مختلف زي مكتبة أو حتى في الهواء الطلق. وأخيرا ما تنسوش التواصل مع أصدقائكم اللي يشاركونكم نفس الأهداف، التشجيع المتبادل يساعدنا كلنا. ولا تضغطوا على أنفسكم كثير، خذوا فترات راحة لتجديد النشاط. هذه كانت بعض النصائح اللي ممكن تساعدنا نحافظ على التحفيز خلال الدراسة، إن شاء الله تستفيدوا منها وما تنسوا تشاركوا أفكاركم وتجاربكم. لا تنسوا أنكم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم يستفيدوا كمان، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، واكتبوا لي تعليقات إذا عندكم أي سؤال.